هذه محاكمة نعتبرها غريبة وفريدة، أولا لأن مجلس مستشارين ومؤسسة نيابية منتخبة، ومن المفروض على هذه المؤسسة أن تصدر تشريعات تدعم حرية الصحافة وتحمي حرية الصحافة والنشر. كان يجب على هذه المؤسسة أن تنجز أداء نيابيا لمراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بصيانة هذه الحرية، ولم نكن نتصور في يوم من الأيام أن مؤسسة تمثل الشعب بين قوسين تبادر إلى تحريك متابعة للتضييق على حرية الصحافة. كنا ننتظر من هذه المؤسسة أن تترفع على هذا السلوك وأن تكون ضد جميع أشكال التضييق على حرية الصحافة. الذي حدث أن رئيس مجلس المستشارين هو الذي حرك المتابعة، وبالتالي أخرج المؤسسة التشريعية النيابية المنتخبة من سياق دورها الطبيعي في حماية حرية الصحافة والدفاع عنها إلى سياق آخر تحولت فيه إلى مؤسسة تضيق على حرية الصحافة والنشر. وبالتالي نعتبر هذا انحراف خطير في بنية الدولة، دولة الحق والمؤسسات، بحيث أن المؤسسات الدستورية ستتحول تدريجيا إلى آلية من آليات التضييق على حرية الصحافة والنشر. نعتبرها محاكمة غريبة وفريدة، لأنه حتى في الموضوع الصحفيون لم يقوموا إلا بدورهم بنشر أخبار صحيحة، والقانون لا يعاقب على نشر الأخبار الصحيحة، القانون يعاقب على نشر الأخبار الزائفة، والحال أنه ليست هناك أخبار زائفة. لذلك ندعو إلى التوقيف الفوري لهذه المحاكمة، وننشد ونناشد المحكمة أن تنتبه إلى ما أثرته النيابة العامة وما طلبت به النيابة العامة بهدف السجن الصحفيين. السلطة القضائية مستقلة حتى على النيابة العامة، ونأمل ونتطلع ونحلم بأن السلطة القضائية لن تنساق وراء مطالب النيابة العامة وستحكم ببراءة الصحفيين، لأن السلطة القضائية مدعوة إلى حماية حرية الصحفيين، إلى حماية استقلالية الصحفي، إلى دعم مسار دولة الحق والقانون الذي ننشده جميعاً.